مشاهدينا الكرام، للمزيد من قراءة هذا التاريخ المهم في حياة المصريين معنا ومعكم الأستاذ محمد أمين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر. أهلا بك معنا أستاذ محمد. يعني بداية مع حلول الذكرى 9 لثورة 30 يونيو، ما وصفك الخاص لهذا التاريخ؟ يعني واحنا بنحتفل بالذكرى 9 لثورة 30 يونيو، عايز في البداية بس أهنئ الشعب المصري على أنه استطاع أن يغير مسار المشهد اللي كان مخطط ليه أن يتم في المنطقة العربية بشكل عام وفي مصر بشكل خاص. خليني أقول لحضرتك أنه هذا التاريخ هو نقطة فاصلة في تاريخ المنطقة العربية بشكل كامل. هذه الجماعة الإرهابية كانت تستهدف أن تدفع بهذه المنطقة إلى حالة من الفوضى التي لا تنتهي، ينتج عنها تقسيم كامل للمنطقة العربية وتنفيذ خريطة حدود الدم التي تم الحديث عنها من قبل، التي تحول المنطقة إلى فصائل متناحرة، والدولة المصرية كان لها نصيب في هذه الخريطة. الشعب المصري استطاع أن يثبت للعالم أن الشعوب لا يمكن لها أن تسمح، طالما أنها شعوب تمتلك التاريخ والحضارة، تمتلك إرثا قويا وهوية قوية وثابتة، لا يمكن لأي شخص أيا ما كان أو لأي تنظيم أيا ما كان أن يقذف بهذه الدولة القوية، أن يقذف بها إلى أتون الفوضى. أستاذ محمد، يعني ما بين الداخل والخارج، إلى أي مدى هذه الثورة كان لها الأثر العظيم في القضاء على ورم سرطاني إخواني كان من الصعب استئصاله في الداخل، وكانت أيضا سببا في نهاية تلك الجماعة في العالم كله وفضحها علانية؟ يعني بشكر حضرتك، عايز أقول لحضرتك أنه ما فعله الشعب المصري فاجأ حتى المراكز البحثية اللي تعاملت مع هذه الجماعة لأكثر، أو تعاملت على هذا النموذج لهذا التنظيم لأكثر من 80 سنة، حديث عن قوة وقدرة هذه الجماعة على تنفيذ أي أجندة خارجية، استطاع الشعب المصري أن يثبت فشل كافة هذه النظريات، استطاع الشعب المصري أن يهدم هذه الأسطورة التي صنعتها هذه الجماعة خلال وسائل الإعلام الإلكتروني التي استخدمتها واحترفت استخدام بعض وسائل الإعلام الأخرى لتقديم صورة غير صحيحة عنها. استطاع الشعب المصري في 30/6 أن يقدم نموذج حقيقي لشعب قادر على التغيير لمصلحة الحفاظ على وطنه، ويعني يحطم هذه الصورة المزيفة لمن يتحدثون بالإسلام السياسي. خليني أقول لحضرتك أنه هذا التنظيم الإرهابي لم يكن هو نفسه يتوقع أن الشعب المصري قادر على التغيير بهذا الشكل وفي هذه المدة القصيرة. يعني اللي حصل في 30/6 وفي خلال مدة لم تتجاوز الأربع أيام، المصريين أثبتوا أن هم إذا أرادوا التغيير فعلوا، وإذا أرادوا أن يزيحوا من أراد اختطاف هذا الوطن ويستعيدوا وطنهم فعلوا أيضا. التاريخ ده سيظل هو العلامة الفارقة في تاريخ الدولة المصرية الحديثة. صحيح، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد أمين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر.